خوتي السلام عليكم، فيديو جديد، موضوع مهم ان شاء الله. كنتمنى يعجب لكم الموضوع. هذا موضوع مهم جدا. علاش بزاف الناس كيتسائلوا واش نشرب ولا ناكل كربوهيدرات بعد لونترينمون ديريكتومون، يعني غير تكمل لاصال تشرب كربوهيدرات. انا كنقول لك لا. علاش؟ فوقاش كتكون التريني ديال الحديد ولا درتي الكارديو، الجسم ديالك فوقاش كتسالي لونطريمون، الجسم ديالك كينتج واحد الهرمون اللي احسن هرمون في الجسم الانسان، هو هرمون التستوستيرون، الجي اش جروث هرمون. هذاك الهرمون هو هرمون بناء، كيبني وكيدير ميتابوليزم، كيحرق الدهون. حنا شنو بغينا من الحديد؟ هاد النقطه هذه هي اللي بغينا، بناء العضلات وحرق الدهون، يعني عضله صافيه. حتى فوقاش كتاكل الكرب ديريكتومون كيوقف هرمون التستوستيرون، كيحبس، كيطلع هرمون الانسولين، يعني كتقيس حساسيه ديال الانسولين، كيطلع هرمون الانسولين. شنو كيدير هرمون الانسولين؟ كيكبر الدهون وكيحول الماكله للدهون في المنطقه ديال البطن. هذا عليها بزاف ديال العلماء، كاين دراسات جديده، كاين بزاف ديال الدراسات، كل مره كتكون دراسه. وكاين شحال هذه كيقول لك زعما الا بغيتي دير لامص، يعني غير تسالي لونطريمون، كل كربوهيدرات باش الكلايكوجين اللي مشى من العضله في لونطريمون كيرجع باش تكبر العضله. ولكن الدراسات الجديده قالت لك لا، خلي جروث هرمون هو اللي كيكبر العضله، خليه ما تعطيلوش الكرب. عندك الحق تعطيلو جوج د الحوايج، برونش امينو اسيد يعني بي سي ا، ولا هيدرو واي، لان هيدرو واي بروتين هيدرو واي خالي من الكرب، زيرو كرب، في غير البروتين عليه هو غالي، وكيمتص كيمتص الجسم، الجسم كيمتصو في 10 دقائق. هذا اللي عندك الحق تشربو، ولي زاسيدامين هما اللي كيعاونوا العضله باش تكبر وما كيحبسوش التستوستيرون. اما الكرب كيحبس لك التستوستيرون وما كيخليش العضله تكبر. اما الدراسات القديمه هذاك بزاف الناس ما متفقينش معها، لان فوقاش كتاكل الكرب ديريكتومون بعد لونطريمون كيطلع حساسيه الانسولين، كيولي كلشي كيتحول للشحمه في منطقه، خصوصا منطقه البطن والارداف. نخليكم مع الفيديو، هو اللي كياكد هذا الكلام ديالي اللي كنقول لكم. هذا الفيديو ان شاء الله غيعجب لكم، لان جبت قلبت عليه في الارشيف صراحه، فهمتي ولا؟ قلبت عليه في الارشيف وجبدته، انا ديجا شفت هذا الفيديو، هذا قديم، قلبت عليه ماشي قديم بزاف. المهم ديال جورج فرحات، هو كان بطل مستر اولمبيا وبطل ديال مش المهم بزاف ديال البطولات داهم في الوقت ديالو، ولا مدرب عالمي، طلعوا بزاف ديال الابطال على يدو. يعني عنده في التغذيه، كيعرف، قاري واعي. وانت انتما تشوفوا الفيديو ديالو ان شاء الله، وتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا شني هو هذا الموضوع وفين كيتصب المعقول. خلينا من الناس اللي كيهضروا في الخاوي، خلينا من الناس كتلاقاه كيقول لك خصك تشرب بروتين والكارب في الاخر، لان واي بروتين، اي واي بروتين بلا هيدرو واي فيه الكارب. اذا ما تشربش بروتين في لاصال لان فيه الكارب، الا اذا كان هيدرو واي ولا بي سي ار. نخليكم مع الفيديو ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. ما تنساوش تشجعونا باللايك، واللي ما ابوناش ابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، دائما كاين جديد. واللي عنده شي سؤال يخلينا الكومونتير، حنا نجاوبوا على جميع الاسئله ديالكم ان شاء الله. كنحبكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بيزمان العالم كله بتعرف، ومشان هيك
الاشياء اللي بتشوفوها بتلاميذي صاروا يتميزوا عن التانيين، لانه انا اللي بعمله يعني بسهل على شغلي، بكون بتكلم على ناس ما بتاخذ هرمونات، وهول الناس ما بياخذوا هرمونات انا بظبطهم تمام. تخيل انت لو تاخذ هرمونات وتعمل للناس اللي ما بتاخذ هرمونات شو يصير فيك؟ بتصير كمان احلى واحلى، فاهم؟ يعني انا اللي بعمله كل هذا التعليق والاشياء، وبعمل التعالف والقصص بالمستشفى على الناس اللي ما بتستعمل شيء، بس لما بتنجح على الناس اللي ما بتستعمل شيء، تخيل لو انت كمان استعملت وعم تعمل اشياء، بتصير كمان دبل يعني بلجر، بتصير احسن واحسن. انا اللي قلته انه كل الناس بيقروا بالمجلات يقولوا لك انه لازم نستعمل كربوهيدرات من بعد التمرين، هذا غلط. تقول لك ليش؟ لانه كل الدراسات المعموله على ناس اللي هي بتعمل بايسيكل، الناس اللي بتركض، الناس بتعمل كل شيء الا بادي بيلدينغ، كل شيء بفكروا فيه بسبورت الستريتنج الا بادي بيلدينغ، ما حدا بيحكي على البادي بيلدينغ. طب انا ما شفت هالشيء وانا عم بدرس دراستي، بقول طيب ما انت بس عم تتمرن الجي اتش ليفل تبعك اوتبوت ات هايست، يعني هذا الجي اتش طبيعيا بيعلى انت عم تتمرن بال 45 دقيقه، وبدلوا عالي من بعد ما انت توقف التمرين ل 25 دقيقه ل 30 دقيقه، بيكون على اعلى شيء، يعني بدون ما تاخذ سنتيك جي اتش وبدون ما تاخذ شيء بيكون عالي. طب انت بس تاخذ وتشرب هالكربوهيدرات، ما نحن بنعرف بس تكون انت بانسولين ستيت، يعني بس تحط جسمك بالهذا بالسكر بالانسولين ستيت، الجي اتش بوم بينزل على طول بلوم الدم. طب ليش انا بدي اعمل هيك؟ ما انا بتمرن لي 45 دقيقه او ساعه، عم بروح على النادي ليش؟ لحتى ماكسمايز علي الجي اتش ليفل. طب ليش انا بدي اخذ سكر ووطيه دغري؟ ما بيسوى، ما بيسوى توطيه دغري. مشان هيك قلت انا لما كنت اشتغل مع ابتم نوتريشن، الناس كانوا يقولوا لي انت عم بتقول يستعملوا هايدرو واي لانه انت مع ابتم نوتريشن. لا، انا ابتم نوتريشن شحطوني عارف، بس بعدني بقول انه لازم تاخذ الهايدرو واي، ومش ضروري من ابتم نوتريشن، من اي مكان بيعملوا هايدرولايزد واي. ليش؟ لانه انا جبت الامينو اسيد، انتم بتعرفوا الامينو اسيد تشين هو لونج تشين برانش تشين بيقولوا له تشين، وبس تعملوا هايدرولايز معناته انت ببتايد عملته سمولر، عملته صغير صغير، بس تشربه مثل المي يفوت بجسمك بسرعه، عارف؟ ما في شيء يوقفه، ما بده دقائق مثل الايسوليتد مثلا، بده 20 دقيقه تفوت الجاستريك تبعك معدتك وهذا. الهيدرو اما امينو اسيد برين شين امينو اسيد مايكرونايزد وان، حتى اذا ما بدك تستعمل هيدرو واي بتاخذهم، شو بتعمل انت؟ بتوقف الكاتابوليزم، لانك انت جسمك هذا بتوقف الكاتابوليزم، انه عضلاتك ما يصيروا ياكلوا من نفسهم لانك انت بلا اكل، بس بدون السكر معناتها انت بتخلي الجي اتش ليفل عالي، عارف؟ والبروتين عم يحمي لك العضلات، معناتها انت بينكو تمام. وبعد 20 25 دقيقه ساعات بتاخذ فيتارجو او بتشرب جيتوريد او هذا ريبلينش ذا جلايكوجين اللي روحته لحتى ما تصير تعبان. اوكي، مشان هيك انا قلت هاي بالمؤتمر وعلى طول بقولها، انه اذا بدك تعمل ماكسمايز يعني تخلي يعني كيف بدي اقول لك؟ ليك يكون عندك انت مثلا لامبورجيني، وانت كلنا بنعرف انه اللامبورجيني السريعه، ها؟ بس اذا بتجيب اللامبورجيني وبتحط لها نيترو، عارف النيترو؟ قديش بتصير كمان اسرع. فهذا انا اللي عم بعمله، انا عم جرب انه سرع الشحم ينزل منك وسرع انه العضله تنمى اكثر، شايف؟ مشان هيك بقول لك ما تشرب سكر دغري من بعد التمرين، انتظر 20 25 دقيقه بعدين خذ السكر، بس ما بيسوى تبقى بلا اكل، لازم تاكل. مش اي لا اكل، ما فيك مثلا انا باكل سمكه اما بيضه، ما يمشي، لازم تاخذ يا هيدرولايز بي يا برانش شين امينو اسيد مايكرونايز، حتى تفوت دغري بالجسم ووقف لك الكاتابوليزم، بس خلي الجي اتش عالي. اوكي، بعد كثر من التمرين؟ ايوه بعد التمرين نص ساعه ولا لا؟ بعد التمرين دغري تاخده، ونص ساعه 25 دقيقه نص ساعه بتاخذ الكربوهيدرات بس تبغى حق الانيميا. شو كان السؤال الثاني؟ والله نسيت.